أيها الأخوة من مدينة أشبون من أمام منزل فضيلة الشيخ عبد الواحد العربي نواصل فقرات هذه الليلة من روضة القرآن إلى روضة القرآن. فضيلة شيخ حسن عبد العليم يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم.
يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على خفقه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد نخاف من ربنا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقد طاغوا
إنا نخاف نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام نخاف من ربنا إننا نخاف من ربنا وجزاهم بما صبروا متكئين فيها على أرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين
ودانية عليهم ظلالها صدق الله.